وللعودة إلى السيد عبد الله عبد القادر لمناقشة الموضوع الروهينجي. أستاذ عبد الله عبد القادر، مرحبا بك مرة أخرى. يعني اتفاق بين بنغلاديش وميانمار لوضع برنامج ينظم عودة اللاجئين، كيف تنظر إليه؟ نعم سيدي الكريم، كنا يعني في الاتصال الذي انقطع قبل قليل كنت أتحدث عن أن هذا الاتفاق الذي وقع بين ميانمار وبنغلاديش تتخلله كثير من الأسئلة وكثير من الأشياء المبهمة، بما في ذلك أن حكومة ميانمار لا زالت ترفض أن تعلن عن مصير هؤلاء اللاجئين الذين سوف يرجعون إلى ولاية أراكان في ظل هذه الأراضي التي استولت عليها الحكومة وبنت عليها مشاكل، وأيضا استولت على الممتلكات التي تركها المسلمون الروهينجيا وفروا إلى بنغلاديش. إضافة إلى ذلك أن رجوع هؤلاء المسلمين إلى ولاية أراكان في ظل عدم حمايتهم من المتطرفين البوذيين ومن الخارجين على النظام من القوات الحكومية، هذا يضمن أنهم لن يرجعوا إلى ميانمار مجددا، وأيضا هم يخافون على أنفسهم. ولذلك يعني هناك عدد من القيادات الروهينجية أعلنوا عن مطالب لحكومة ميانمار قبل العودة، وهي 6 مطالب طالبوا بها حكومة ميانمار ومن المجتمع الدولي أن توفرها قبل العودة إلى ولاية أراكان. وكانت هذه المطالب بما بذلك العودة الكريمة والطوعية، وأن يكون رجوعهم إلى ممتلكاتهم وإلى ديارهم، وأن تكون لهم الحرية في العبادة، وأن تكون لهم الحرية في التنقل، وأيضا أن تعاد إليهم حقوقهم. كان من ضمن المطالب أيضا أن تعلن حكومة ميانمار أن تعيد إلى أقلية الروهينجيا حق الجنسية كما شربتها في عام 1982، وأن تعلن بذلك بشكل صريح على الملأ بأنها سوف تعيد إليهم حقوقهم، وأن تدرجهم ضمن الجماعات العرقية المعترف بها ضمن الجماعات العرقية الموجودة في البلاد. أيضا إضافة إلى ذلك أن تعيد الأراضي التي كانوا يعيشون فيها والتي استولت عليها الحكومة في هذه الأزمة الأخيرة التي فر منها اللاجئون الروهينجيا. في ظل هذه الشروط أستاذ عبد الله، يعني المنظمات الروهينجية وضعت شروطا لعودة اللاجئين مع وجود أكثر من 1 مليون لاجئ يقبعون في مخيمات في هذا الشتاء، إلى أي مدى ترى أن حالة اللاجئين يعني تستوجب القبول بما تم الاتفاق عليه؟ نعم سيدي الكريم، يعني ميانمار إلى الآن قالت أنها سوف تستقبل هؤلاء اللاجئين بشكل مبدئي، يعني بشكل مبدئي، وتعيدهم إلى مراكز لجوء أو إلى مخيمات بنتها مؤقتة ويقيمون فيها، لكن لا يعلم إلى الآن من حسب الاتفاق إلى أي مدى سوف يستمر هؤلاء اللاجئون إلى ولاية أراكان. طبعا هذا الاتفاق لا ينص على إعادة كل اللاجئين الموجودين في بنغلاديش، لأن هناك لاجئون ما يقرب من 40 سنة موجودون في بنغلاديش، ولذلك هذا الاتفاق الأخير لا ينص على إعادتهم كلهم، وإنما هذا الاتفاق ينص على إعادة اللاجئين الذين فروا في الأزمة الأخيرة وهي أزمة أغسطس الماضي والأزمة التي سبقتها في أكتوبر 2016. ففي هذين الأزمتين يعني فر ما يقرب من 1 مليون مليون شخص، هؤلاء الذين سوف يعودون إلى ولاية أراكان. وفي هذه الاتفاقية أيضا ميانمار تشترط أن يبرز كل شخص يريد العودة إلى ولاية أراكان أن يبرز وجوده أو يثبت ما يثبت أنه كان على أرض أراكان قبل ذلك، وهو ما لم يتمكن منه كثير من المسلمين لأنهم فروا وتركوا وثائقهم. هناك مطالبات بمنح الجنسية للاجئين أيضا، يعني إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر يعني ربما سيكون مقبولا من قبل الحكومة في ميانمار؟ نعم شكرًا. الحكومة الديمقراطية ويعني المشاهد الكريم لابد أن يعرف أن هناك تناقض وهناك صراع بين السلطة الديمقراطية والسلطة العسكرية السابقة في ميانمار، ولذلك كل جهة من هذه الجهة من هاتين الجهتين يتخذ قرار مناقض عن الطرف الآخر. الحكومة الديمقراطية التي شكلت لجنة برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، هذه اللجنة توصلت من توصياتها أن تعيد حكومة ميانمار إلى هؤلاء حقوقهم بما في ذلك حق المواطنة، وهذا الحق هو الذي يعني ينفيه العسكريون والمتطرفون البوذيون الذين لا يريدون إعادة هذا الحق إلى مسلمي الروهينجيا. شكرا لك من الرياض نائب رئيس وكالة أنباء أراكان السيد عبد الله عبد القادر، شكرا جزيلا.